اختيارات القائمة الدولية وأمتلك المستندات على صحة موقفنا. في بعض الشكوى من بعض الحكام اللي كانوا موجودين في القائمة الدولية والمرة دي مش موجودين في القائمة الدولية، إن في مجاملات، في بعض المسؤولين كلموا كابتن عصام عشان يدخلوا حكام مساعدين، يدخلوا حكام ساحة، يعني بيقولوا الكلام ده. أنا ما عنديش معلومة مؤكدة، لكن هنحاول نشوف حد من اللي بيقول الكلام ده. يعني عندي كابتن أحمد ساهر اللي هو مساعد حكم بيقول ان في مجاملات صارخه وعايز يتكلم في القصه دي، فهنشوف القصه. احنا امبارح قلنا اسماء اللي تم اختيارها للقائمه الدوليه، سواء السبعه بتوع حكام الساحه او السبعه المساعدين او حتى الكره الشاطئيه وكره الصالات والمحكمات اللي هم الحكام الستات، قلنا كل الاسماء امبارح. كابتن عصام عبد الفتاح بيهدد بالاستقاله من رئاسه لجنه الحكام في حاله الاستعانه بالاجانب، بيقول ان يعني خلاص مش مطلوب ان يكون في حكام اجانب في الدوري المصري حتى في ماتشات الاهلي والزمالك، يعني الحكام المصريين ادوها بشكل كويس، فيعني بيقول ان لازم نعتمد على الحكام المصريين. اتحاد الكوره بيحط مكافاه 50,000 جنيه لكل لاعب في المنتخب قبل مباراه السنغال، مكافاه كويسه، لكن عايز اقول ان القصه مش قصه مكافئات، لعيبه منتخب مصر عايزين يكسبوا عشان بلدهم، عايزين يكسبوا عشان يفرحوا الشعب المصري، عايزين يكسبوا عشان نقرب من الوصول لامم افريقيا ان شاء الله، وربنا يكرم المنتخب باذن الله. اتحاد الكره يدعو رئيس الوزراء والشخصيات العامه لحضور مباراه السنغال، والمباراه هتكون ب 20,000 متفرج. لسه بقى هنشوف قائمه الاختيارات بالنسبه لكابتن شوقي غريب في المعسكر اللي جاي، لكن هتعلن لسه اعتقد يوم 5 او 6 نوفمبر، اللي هي مع اخر مباراه في الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز، هيدي نفسه فرصه. لكن طبعا قبل الماتش باسبوعين لازم اتحاد الكوره وكابتن شوقي غريب يبعتوا للاعيبه المحترفين، وانا من هنا من خلال كوره كل يوم بطالب الكابتن شوقي غريب بعوده احمد عبد الظاهر مهاجم النادي الاهلي. احمد عبد الظاهر انا عارف ان هو في قرار بايقافه عن المنتخب عامين او سنتين من بعد الاشاره اللي اشارها في مباراه الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا، وكانت وقف والنادي الاهلي ودى اعاره لاهلي طرابلس الليبي، لكن عايز اقول خلاص الولد خد عقابه وهو ملتزم جدا، ظهر بشكل رائع في اخر ماتشين النادي الاهلي احمد عبد الظاهر. واعتقد النادي ان منتخب مصر محتاج مهاجم زي احمد عبد الظاهر في منتخب مصر، يعني افضل مهاجمين دلوقتي على الساحه عمرو جمال رقم واحد، رقم اتنين مش موجود او في فارق ما بين عمرو جمال ورقم اتنين في منتخب مصر، يعني خالد قمر لسه مش قادر يعني ايه يتأقلم او مش قادر يظهر في نادي الزمالك زي ما كان قبل كده في اتحاد الشرطة. وخلي بالكوا الضغوط اكبر في نادي الزمالك على خالد قمر من اتحاد الشرطة، ان الزمالك مطالب ان هو يكسب، الجماهير، الرأي العام، الاعلام موجه على نادي الزمالك او مسلط على نادي الزمالك، فلسه خالد قمر مش قادر يوصل للمستوى اللي كان فيه في اتحاد الشرطة. ممكن كانش عنده ضغوط في اتحاد الشرطة، عايز وقت شوية في الزمالك عشان يقدر يرجع تاني للمستوى او يكون موجود في المستوى اللي احنا عارفينه عن خالد قمر. فانا شايف ان في فجوة ما بين عمرو جمال والمهاجمين اللي بعده، مين اقرب واحد لمستوى عمرو جمال خلال الماتشين اللي احنا اتفرجنا عليهم الفترة فاتت، مباراة الاهلي واتحاد الشرطة ومباراة الاهلي والاسماعيلي؟ احمد عبد الظاهر. يمكن باسم مرسي النهاردة بعد الهدف ده وتحركاته في الماتش والماتشات اللي فاتت، يعني نقدر نقول ان باسم مرسي برضو كويس، لكن باسم مرسي لسه ما يقدرش يلعب في منتخب مصر دلوقتي اساسي او حتى في الماتشات الحاسمه زي السنغال برضو نخاف عليه او ممكن ما يقديش الدور اللي احنا طالبينه منه، لكن اللي يكون موجود واللي يكون ليه تاثير واللي عنده خبره دوليه، ان احمد عبد الظاهر كان متواجد مع كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب في فترات كتير جدا في المنتخب. فانا بطالب كابتن شوقي، بطالب اتحاد الكره، وكابتن شوقي عنده نيه يعني او عنده رغبه ان يكون في مهاجم مميز وهنكون محتاجينه في مباراه السنغال، فهو بلا منازع احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر، واعتقد ان العقوبه اللي خدها احمد عبد الظاهر سواء اعارته لاهلي طرابلس او ابتعاده عن منتخب مصر الفتره دي كلها بقاله حوالي سنه وشويه، اعتقد ان هي عقوبه كافيه وخلاص الموضوع انتهى والولد خد عقابه. فاعتقد على كابتن شوقي لو محتاجه، وانا اعتقد من الناحيه الفنيه ان كابتن شوقي غريب محتاج احمد عبد الظاهر في الماتش الجاي، محتاج يكون في بديل لعمرو جمال على نفس المستوى او مستوى قريب منه، او حتى لو كابتن شوقي عايز يلعب باثنين مهاجمين وده مش هيحصل، لو كابتن شوقي هيلعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه مباراه بوتسوانا هيلعب بمحمد صلاح ناحيه اليمين، هيلعب بوليد سليمان، هيلعب بعمرو جمال، وربنا يقدر محدش فيهم الثلاثه هيتعور. لكن احمد عبد الظاهر انا بطالب
اتحاد الكوره وبطالب كابتن شوقي لو هو عنده النيه ان هم يفكوا الايقاف الدولي عن احمد عبد الظاهر وان احمد عبد الظاهر يكون موجود في منتخب مصر، ان احمد هيكون قيمه مضافه لمنتخب مصر، هيكون اللاعب اللي ممكن يحتاجه كابتن شوقي غريب كبديل لعمرو جمال في مباراه قويه وصعبه ومباراه محتاجينها، محتاجين الثلاث نقاط مباراه السنغال. فيعني اتمنى ان يكون موجود، ان احمد رائع واحمد من افضل اللعيبه اللي بتتحرك في مصر داخل ال18 وبرضه ظهر بشكل كويس جدا، ظهر بشكل يأهله ان هو يكون موجود في منتخب مصر، بس ممكن تكون شويه العقوبه من اتحاد الكوره الناس قلقانه اللي هي تختاره، يعني عشان مصلحه المنتخب وعشان مصلحه اي حاجه نتغاضى عن القصه دي. والولد زي ما قلت لكم خد العقوبه، والله انا يعني احمد عبد الظاهر اعرفه واعرفه كويس، انا مش بقول كده عشان مثلا عايز احمد عبد الظاهر يكون موجود وخلاص، لا انا بقول كده ان انا شايف ان دي من مصلحه المنتخب يكون عندنا مهاجم زي عمرو جمال ويكون مستواه مميز، وهو فعلا فايق احمد عبد الظاهر في الفتره الحاليه. طيب كابتن حسام البدري، نروح للمنتخب الاولمبي. كابتن حسام البدري بيأجل اعلان قائمه المنتخب الاولمبي ان هو عنده مباراه في عمان ان شاء الله يوم 17 11 عنده مباراه يوم 17 11 مع عمان في عمان، فبيأجل القائمة لغاية يوم 6 نوفمبر اللي هو آخر يوم برضو في الأسبوع السادس أسبوع الثامن في الدوري الممتاز، عشان برضو يسيب الفرصة لكابتن شوقي غريب يختار اللعيبة اللي هو محتاجها في المنتخب الأول، وبعدين هو يختار اللعيبة اللي هو عايزها بعد كده كابتن حسام البدري، ما بيكونش فيه تعارض ان هو كابتن حسام البدري برضو بيساعد كابتن شوقي غريب ان هو عارف ان مباراة السنغال مباراة فاصلة، كابتن حسام البدري رايح يلعب مباراة ودية أمام منتخب عمان. الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد الكرة المصري فاز بمركز نائب رئيس اتحاد شمال أفريقيا، واللي فاز بالرئيس هو وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي، هو أصبح رئيس الاتحاد شمال أفريقيا، يعني الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري نائب اتحاد شمال أفريقيا، ورئيس الاتحاد شمال أفريقيا هو رئيس اللي فاز بيه رئيس الاتحاد التونسي الأستاذ وديع الجريء. كابتن سمير زاهر بيقول إن إقامة بطولة أمم أفريقيا المقبلة في مصر كارثة، يعني بيقول ان هي هيبقى الموضوع صعب جدا، هنحاول نعرف التفاصيل بس مش دلوقتي. العميد ثروت سويلم مدير التنفيذي لاتحاد الكوره بيقول ان وزاره الداخليه تتمسك بحضور 20,000 متفرج لمباراه السنغال، واحنا كنا قلنا الخبر ده من يومين لكن بناكد عليه تاني. 20 لعيب في قائمه الاتحاد السكندري استعدادا لمباراه الاتحاد وادي دجله، اختار كابتن طلعت يوسف 20 لعيب للمعسكر، علي فرج وابراهيم فرج في حراسة المرمى، عبد الرحمن فاروق هاني سعيد محمد سمير فتحي مبروك ابراهيم الشايب اسامه بغنيمي اللاعب التونسي وعامر صبري علاء كمال السيد الشبراوي علي عفيفي محمد حمدي زكي اوميد اوكوري اللاعب الاثيوبي كاتونجو اللاعب الزامبي احمد الحجاوي رامي عادل ابراهيم هلالي ومحمد عادل وباسم عيد، هيستبعد اثنين عشان يكونوا 18 لعيب في القائمه. النهارده استقاله كابتن احمد عاشور من دمنهور، يا ريت لو تجيبوا لي كابتن احمد عاشور على التليفون، وسمعت كده بعض الاخبار ان نادي دمنهور بيفوض بعض المدربين زي كابتن حلمي طولان زي كابتن هاني رمزي زي كابتن خالد عيد كابتن علاء ميهوب، يعني دي الاسماء اللي مطروحه امام اداره نادي دمنهور، وهل هيتم القبول؟ يعني ادام في اسماء كده يبقى في نيه لقبول استقاله الكابتن احمد عاشور. الكلام ده خلي بالكم انا قلته النهارده في الاستوديو التحليلي قبل المباراه، قلت لو دمنهور ما كسبش هيبقى في مشكله للجهاز الفني، وفعلا دمنهور بتخسر رغم ان دمنهور بتلعب كره حلوه وبتوصل المرمى. يمكن انا معايا اهو مباراه دمنهور وبتروجيت، وكابتن احمد شعراوي اكد ان هو هيسيب دمنهور فعلا، هنشوف يعني. تعالوا نتفرج كده على ملخص سريع لمباراه النهارده بتروجيت ودمنهور، انتهت 2-0 لصالح بتروجيت، ده الهدف الاول، وهدف جي بدري، يعني الهدف ده برضو ساهم في احباط للاعيبه دمنهور في الدقيقه الثانيه الهدف الاول. تعالوا نتفرج كده على ملخص سريع للمباراه ونشوف الفرص الضايعه الكتير اللي ضيعها النهارده ابو كونيه ومصطفى عفروتو، يعني رغم ان هما اتنين لعيبه كويسين جدا مصطفى عفروتو كمان هايل، لكن فرص سهله قوي بتضيع كانت ممكن تخلي الشكل مختلف تماما بالنسبه لنادي دمنهور. ده الهدف الاول لاحمد الشناوي، هدف جميل جدا جدا. تعالوا نتفرج كده على بعض الفرص لدمنهور، بصوا دي فرصة تانية حطها أبو كونيه، خبطت في مدافع بيتر إدوارو اللاعب المحترف الأفريقي وخرجت برة. بصوا دي كمان تسديدة لكن تعامل معها محمد الشناوي حارس مرمى بتروجيت،
كان بصراحة الفرص كلها لصالح فريق ضمنهور، ودي واحدة لابو كونيه لكن قلشت فوق العارضة، ما كانش جسمه معدول، لازم يستنى عليها شوية لغاية ما جسمه يلف أو وسطه يلف عشان يقدر يتحكم في الكورة. وسام محمد النهاردة كان عامل جيم كبير قوي، بص الكورة دي عملها حلوة قوي لبيكلي وطلعها حارس مرمى إسلام أنور حارس مرمى نادي ضمنهور. بص اتعملت حلوة قوي بالعرض، يعني أسامة النهاردة كور العرضية ونشيط جدا وبيقدر يعني يعمل هجمات من ناحية الشمال، وكان دايما نادي ضمنهور بيستغل تقدم أسامة محمد، وكان رامي كابتن أحمد عاشور وراه في الناحية بتاعته مصطفى عفروتو. بص أسامة هو متقدم، عفروتو على طول واخد الحتة اللي ورا أسامة محمد، لكن هنا بقى كان بيقوم بالدور الدفاعي. بصوا شبيطه، بص عفروتو هايل ازاي، بص الكرة دي حلوة قوي، الكرة دي جميلة جدا وعملها لابو كونيه وبعدين اتحطت فوق العارضه. معايا كابتن احمد عاشور المدير الفني لنادي ضمنهور واحنا بنتفرج على الفرص، وبصراحه يعني مش عارف اقول له ايه، كابتن احمد عامل فرقه كويسه وبيأدي بشكل كويس وبيوصل للمرمى وبيضيع فرص سهله، ولكن في النهايه النتائج برضو انتوا عارفين نتائج مهمه، فنتاكد منه على موضوع الاستقاله ده. كابتن احمد ازاي حضرتك؟ كريم وفي حياتي لضيوفك لا مش عارف مين. لا النهارده انا دلوقتي في البرنامج كان معايا الظهر كابتن وليد صلاح وكابتن نادر السيد، لكن احنا دلوقتي في برنامج بقى اليومي كوره كل يوم. ازي كابتن؟ انت منور لوحدك يعني. الله يخليك يا ابو كابتن، ازي حضرتك؟ وطبعا والله تمام، انت استوديو قوي جدا بوجود الكابتن وليد والكابتن نادر، ناس على اعلى مستوى بيحللوا المباراه بموضوعيه شديده وبيدي لكل واحد حقه يعني. والله يا كابتن انا مش عارف اقول لك ايه، يعني انا مبسوط بادائك ومبسوط باداء ضمنهور، وبتوصلوا للمرمى وبتضيعوا فرص غريبه جدا، لكن في النهايه برضو النتائج والكوره والنقاط هي اللي بتحسم القصه. ما طبعا يا كابتن حضرتك بتقول ان حضرتك مبسوط بالاداء، بس في النهايه النتيجه هي اللي بتحدد وضع الفريق وشكله وكده، فانا اتعشم ان شاء الله في الفترات الجايه ان الفريق يوفق ان شاء الله، ولان هو زي ما حضرتك قلت فريق كويس، لعيبه مجتهده والاداره بقدر امكانياتها بتقدر تقف مع الناس وعامله يعني على قد ما بتقدر هي بتشتغل يعني، فان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله. قدمت استقالتك النهارده يا كابتن احمد؟ اه والله يعني انا بكلم حضرتك كده وهو ده يعني، انا شايف الفرقه مش موفقه، ممكن توفق مع حد غير يعني، انما النادي نادينا واحنا تحت امره يعني. طيب كابتن احمد بناء على ايه قدمت استقالتك؟ يعني هل اتكلمت مع الاستاذ ايهاب عبد الله رئيس النادي قبل ما تقدم؟ او هو قال لك مثلا لو ما كسبناش او خسرنا؟ على فكره استاذ ايهاب يعني انا بكلم حضرتك استاذ ايهاب معايا. طب كويس، احنا اصدقاء قبل ما نكون مدرب ورئيس نادي، احنا اصدقاء ويهمنا مصلحه النادي وعمره ما كان اسلوب ضغط عليا انه قال لي لو كسبته او ما كسبتوش او الكلام ده، احنا بندور للصالح يعني، احنا ممكن المصلحه بنشوفها فين وبنحاول ننفذها يعني. بس برضه انا عايز اقول حتى يعني عشان مدرب يجي جديد ويحفظ اللعيبه ويبدا يشتغل معاهم هياخد فتره، وانتوا داخلين على ماتشات صعبه امبي والاهلي، فدي هتزود الامور سوءا يعني، مش هتحسن الامور سريعا. فانا شايف ان انت تستمر شويه مع ضمنهور والفرقه بتادي بشكل كويس، وبعدين لو بقى في طبعا نتائج سلبيه تاني قدام هنعمل ايه يعني، هي دي الكوره. بس انا شايف ان انت تستمر فتره كمان مع نادي ضمنهور، ان الفرقه بتادي كويس، الفرقه بتادي كويس. والله يعني انا بشكر حضرتك ان انت بتقول ان الفرقه بتادي كويس وكل حاجه، بس انا شفت الوقت ده، اولا مباراه الاهلي الجايه صعبه بوجود على نادي الزمالك اللي هو مش مضمونه، فاي مدرب هيجي هتبقى فرصه ليه ان ماتش يقدر يقرا الفرقه فيه ويقدر ياخد وقته فيه، ان هو كده كده النتيجه مش مضمونه تحت اي مسمى يعني. أيوه. فبتبقى فرصه المدرب يبدا اول ماتش بدون ضغوط عليه ويبدا يشوف الفرقه براحته، ولو احتاجني في ان انا نبين له اي حاجه نقول له اللعيبه يعني. انت خدت قرار نهائي خلاص؟ لا ان شاء الله قرار نهائي. والاداره وافقت؟ والاستاذ ايهاب انا بنتكلم معاه واحنا يعني بناخد قرار لمصلحه الفريق والله مش اكتر يعني. أنا دي حاجه محترمه منك والله ومن اداره النادي. الله يخليك. اه والله يعني انت عايز الفرقه برضو تبقى. والاستاذ ايهاب اهو معاك اهو. طيب ماشي. اتفضل. ازيك يا استاذ ايهاب؟ ده سعادتك فندم في حياتي كلها. ازي حضرتك؟ والله انا يعني لسه كنت بتكلم مع كابتن احمد والفرقه بتلعب كوره حلوه قوي وبتوصل للمرمى وبرضه ابو كونيه هيجننا،
يعني بالكور اللي بتضيع السهله دي والجون فاضي. لكن حزين انا على رحيل كابتن احمد ان هو عامل شغل كويس بس التوفيق مش ملازمه يعني، او التوفيق مش محالفه. طبعا كابتن كريم، كابتن احمد قدر ان هو يعمل فرقه، وفرقه حضرتك يمكن بتشكل الناس اللي فايز عليها في الدوري. بس يمكن التوفيق غايب عن الفرقه يمكن اكثر من ماتشين ثلاثه، ويمكن كنا اقرب للفوز في ماتش الجونه وكذلك حرس الحدود والماتش بتاع المصري اللي احنا كسبنا فيه. بس انا اقول طبعا الكوره طبعا في الاول وفي الاخر برضو بتحصل نتائج. نتائج صح صح. فطبعا صلاح معاشور يمكن خد القرار ده من تلقاء نفسه، وخده يمكن هو حب اللي هو مثلا يعمل مثل جديد، مثلا الراجل رقم واحد طبعا يهمه مصلحه الفريق والبلد. فدي وجهه نظر تحترم، بس انا لسه لحد دلوقتي برضه ما قابلتش الاستقاله الرسمي، ولسه في محاوله برضه يعني مداوله مع الدكتور بعد صلاح احمد. وربنا يسهل ان شاء الله، هنعمله فيه الصالح لصالح البلد. هنعمله يا كابتن احمد. طب انا قلت بعض الاسماء كده اللي جات لي معلومات، اللي انتوا يعني اتكلمتوا مع بعض الاسماء او مرشحين بعض الاسماء زي كابتن حلمي طولان، كابتن هاني رمزي، كابتن علاء ميهوب، كابتن خالد عيد، الكلام ده صحيح؟ طبعا يا فندم، يمكن حصل الكلام ده، يمكن تم الكلام من خلال بعض الساده اعضاء مجلس الاداره. وطبعا يمكن احنا برضه يمكن الموضوع ده يمكن بناء على المكالمه بتاعت تصريح الكابتن احمد كان بعد المباراه. بس طبعا احنا قلنا برضه يعني احنا يعني نخلي المفاوضات موجوده، والدكتور احمد عاشور طبعا في الاول وفي الاخر ده ابن النادي ويهمه مصلحه البلد طبعا. وفي الاول وفي الاخر راجل مخلص، فانا طبعا يمكن برضه لحد اخر لحظه لسه برضه ما ماشي. طيب فرضا لو خلاص كابتن احمد هيستقيل وهتقبل استقالته، مين الاقرب من الاسماء اللي انا قلتها؟ كابتن حلمي طولان، كابتن هاني رمزي، كابتن علاء، كابتن خالد عيد، كابتن علاء ميهوب، ومين اللي ابدا موافقه مبدئيا ان هو يقود ضمنهور؟ لحد دلوقتي يمكن لسه الكلام لسه داير، والحوار داير لحد هذه اللحظه. وطبعا يمكن في كمان كابتن محمد حلمي، في كابتن محمد حلمي مدرب كويس جدا، كابتن محمد عمر. محمد عمر طبعا. كابتن محمد عمر اعتقد مسك فرقه في عمان لحد هذه اللحظه، حسب معلوماتي ان هو لسه لحد هذه اللحظه لسه ما راحش. العرض يمكن لمده 48 ساعه لسه ما خبطش. ده كلام برضه سمعته كابتن ربيع ياسين، طبعا كان مسك دمنهور وكنت قاعد مجلس اداره ايميها. كابتن ربيع برضه من الاسماء المطروحه. مطروح برضه كابتن ربيع. كلهم اسماء محترمه واسماء مدربين كبار. ربنا يسهل اللي هنوصله ليه، وهنشوفه برضه يعني كلام. طيب لو النهارده المفروض يتم حسم القصه لكابتن احمد عاشور. احنا طبعا ان شاء الله النهارده هتبقى نتيجه الحسم النهارده مع الدكتور احمد عاشور النهارده، وربنا ان شاء الله يوفق ويكون في الصالح العام لصالح البلد كلها. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور. ويعني بيقول ان هو في محاولات مع الكابتن احمد عاشور، بس طبعا واضح من كلام كابتن احمد ومن الاستاذ ايهاب عبد الله ان خلاص الامور يعني هيكون في مدير فني جديد. قلنا احنا بعض الاسماء زي كابتن حلمي طولان، طبعا مدرب كبير ومدرب مميز جدا، كابتن هاني رمزي، كابتن خالد عيد وعنده خبره في الفرق الصاعده او الفرق يعني زي تجربته مع نادي الرجاء، في كابتن علاء ميهوب. اضاف لينا الاستاذ ايهاب عبد الله ان في بعض الاسماء الاخرى زي كابتن محمد حلمي، وكابتن محمد حلمي من المدربين الرائعين، راجل بتاع شغل وراجل مميز جدا وراجل مجتهد. كمان قال لنا كابتن ربيع ياسين، كابتن ربيع مدرب رائع برضه، يعني كلهم اسماء مميزه جدا. في كابتن محمد عمر، فدي الاسماء اللي اضافها الاستاذ ايهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور. هنشوف خلال 24 ساعه مين اللي هيكون موجود كمدير فني لنادي دمنهور. تعالوا نشوف لقاءات ما بعد مباراة بتروجيت ودمنهور، ونرجع نكمل مع بعض في كرة كل يوم. احنا كنا في موقف صعب جدا، ولسه في موقف صعب، لان ده مش مكان نادي بتروجيت. احنا بنأمل ان الماتشين الجايين المقاولين والنصر ان احنا نكون بنفس المستوى ونحقق الفوز عشان نرجع للمكان الطبيعي بتاعنا. الحمد لله، يعني يمكن احنا يعني في اول الحقيقه اتفاق ما بيننا وما بين الاداره، قلنا ان احنا في الموقف الصعب اللي احنا فيه او في الموقف الخطير اللي احنا فيه، يعني بنشطب على كلمه دوري عام وبنشتغل كل تلاته بونت لوحدهم زي مباراه الكاس بالظبط. اعتقد ان احنا مباراه الاسيوطي ادينا اداء مميز جدا جدا في الشوط الاولاني، وعملنا اختراقات من الجناب واختراقات من العمق، والحقيقه اضعنا من 7-8 فرص في الشوط الاولاني، يمكن عشان الناحيه البدنيه ما كانتش لسه عاليه. الشوط الثاني الحقيقه الاداء قل شويه، رغم ان احنا احرزنا هدفين في الشوط الثاني. المباراه النهارده العكس الحقيقه، احنا الحمد لله عملنا 90 دقيقه باداء كويس، ويمكن الشوط الثاني احنا كنا افضل كمان بدنيا وفنيا في الملعب، وده يمكن اللي عمل لنا تفوق واللي خلانا الحقيقه نحصل على الثلاث نقاط. طبعا احنا يمكن كنا بنلعب الماتش ده كان بنقول ان فرصه فريق جنب
جنبنا في البنط واحنا راجعين من اداءات كويسه الماتشات اللي فاتت، فكانت فرصه كنا مأكدين على اللعيبه ان هم لازم يبداوا بدايه قويه، انما مع الاسف استقبلنا جون بدري اربك الحسابات شويه، وانما سيطرنا على بقيه الشوط الاولاني. الشوط الثاني المستوى تراجع شويه لان فريق بتروجيت عنده 3-4 لعيبه مميزين في استلام الكوره ونقل الهجمه، ده اثر ان احنا عدم استرجاع الكوره بسرعه، وده كنا بنلعب عليه، فبدا مع الوقت تكتسبوا ثقه، وخصوصا الجون الثاني تقريبا قتل الماتش واضاعت ابو كنيه الفرصه خطيره والجون فاضي، ما كان ممكن نرجع للماتش بسهوله مع تفوق برضو الدفاع النهارده. يمكن دفاع بتروجيت عمل ماتش كويس، قدر يحلق على اللعيبه بتاعتنا المميزه كويس، وجون برضو الشناوي كان عمل مباراه جيده. انا خدت قرار بعد المباراه ان الاعتذار عن تكمله الموسم وترك الفرصه لمجلس اداره، ممكن مدرب مدير فني جديد ممكن يكون موفق اكتر مني ان شاء الله. والله احنا ماشيين كويس من اول الماتش، بس هي في اول دقيقتين دخل فينا هدف مش متوقع خالص، فوقفنا على رجلنا تاني ولعبنا ومضيعين فرص كتير قوي، بس الحمد لله الفرقه ماشيه كويس وبتاع، بس مش عارف الكره مش هتخش جون، في حاجه غلط بس مش عارف ايه. الامور بدري لسه، فاضل لسه 32 مباراه، فلسه بدري، الامور لسه بدري يعني، فربنا يسهل الفتره اللي جايه كده ان شاء الله، ونقدر نوقف على رجلنا تاني ان شاء الله باذن الله. Thank you.